بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذه الأيام يستقبلون وافدا كريما وموسما عظيما، وهو شهر رمضان المبارك الذي جعله الله للمسلمين موسما يتقربون فيه إليه بالطاعات ويتنافسون في نيل الدرجات. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لهم هذا الشهر يتكرر عليهم كل سنة بما فيه من الخيرات والبركات والفرصة العظيمة لمن وفقه الله لاغتنامه والتنبه لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا الشهر فيه فضائل عظيمة، ففيه أنزل الله القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه مزية له على غيره من الشهور. وأيضا هو شهر فيه ليلة واحدة خير من ألف شهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا، هي في شهر رمضان بلا شك، ولكن الله أخفاها لأجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي الشهر بالعبادة
حتى يوافق هذه الليلة ويحصل على أجرها ويزيد من الطاعات في بقية ليالي رمضان، فتكون زيادة في أجورهم، فيكونون قد قاموا جميع ليالي الشهر وظفروا بليلة القدر، فجمعوا خيرا إلى خير، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على ليلة واحدة من شهر رمضان، بل ينبغي له أن يجتهد في جميع ليالي رمضان، لأنها كلها خير وكلها موسم للطاعة والعبادة. وإنما فضل الله هذه الليلة زيادة في أجور هذه الأمة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا اجتهد المسلم في جميع ليالي شهر رمضان فقد حصل على هاتين الفضيلتين: قيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيحصل على هذين الأجرين العظيمين، وهو أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه فرض صيامه على هذه الأمة، وجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله صيام هذا الشهر لمن حضر وهو معافى، فإنه يجب عليه الصيام حتما. أما إذا دخل عليه الشهر وهو مسافر أو سافر في أثناء الشهر فإنه يفطر تخفيفا عنه ورخصة من الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن يقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخرى. وكذلك من دخل عليه الشهر وهو مريض لا يستطيع الصيام، أو مرض في أثناء الشهر، فإنه يفطر أيضا
ويقضي من أيام أخرى. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، أي فيجب عليه صيام عدة من أيام أخر بقدر ما أفطر لعذر السفر أو لعذر المرض. فدل على أنه لا بد من صيام هذا الشهر على المسلم البالغ العاقل، إما أن يصومه أداء في وقته، وإما أن يصومه قضاء إذا لم يتمكن من صيامه أداء. فهو شهر عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر ويحثهم على الاجتهاد للأعمال الصالحة فيه، ويقول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر جمعة من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بفضل هذا الشهر وأنه شهر عظيم وشهر مبارك. ثم حث صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في هذا الشهر بأنواع الطاعات من فرائض ونوافل. لأن الطاعات في هذا الشهر تكون مضاعفة أضعافا كثيرة لشرف الزمان، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، يتضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أكثر من غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يتفرغ من كثير من الأعمال في هذا الشهر العظيم، ولا سيما في العشر الأواخر، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، كان في الأول يعتكف العشر الأوسط، ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعتكف العشر الأواخر، واستمر على الاعتكاف حتى لحق بربه سبحانه وتعالى. والاعتكاف لزوم المسجد والجلوس فيه لتلاوة القرآن ولذكر الله سبحانه وتعالى وللاجتهاد في نوافل الصلوات، فيعمر وقته بالطاعات ما بين تلاوة لكتاب الله عز وجل، وما بين ذكر لله بالتسبيح والتهليل والتكبير، وما بين صلاة بالليل. وكان صلى الله عليه وسلم في أول الشهر يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر، كان صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول يصلي من الليل ما شاء الله وينام، ولكن إذا دخلت
العشر الأواخر فإنه كان يضاعف من اجتهاده في الصلاة في صلاة الليل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله، وكان لا ينام إلا قليلا من الليل أو لا ينام، حتى قيل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر لم يذق غمضة، يعني لا ينام بل يصلي معظم الليل ويذكر الله عز وجل ويستغفر ويشغل وقته بالطاعة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان عبدا شكورا، فكان يكثر من الطاعات، ولا سيما في شهر رمضان، وكان جبريل عليه السلام ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن في الليل، يتدارس القرآن مع جبريل، فكان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، وكانت الدراسة بينهما ليلة. وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل مرتين في شهر رمضان. فالحاصل إذا كان هذا اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن ونحن المقصرون ونحن المذنبون ونحن المفرطون؟ يجب علينا أن نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وشهر رمضان خير على هذه الأمة كلها، فمن كان محسنا في السنة ومحافظا على طاعة الله ثم يدخل عليه شهر رمضان فيصومه ويقوم من ليله ويشارك فيه بالطاعات، يكون ذلك زيادة في موازين حسناته، ويكون في حقه خيرا إلى خير، يضيفه إلى عمله السنوي المتواصل، كما كان السلف الصالح رضي الله عنه، وقد كانوا يجتهدون في كل السنة بالصيام والقيام وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، ولكن يأتي عليهم شهر رمضان فيزيدون اجتهادا ومنافسة في الطاعات، فيكون ذلك زيادة في حسناتهم ورفعة لدرجاتهم، حتى قال بعضهم: أدركت أقواما كل دهرهم رمضان، كل دهرهم رمضان. وقال آخر: أدركت أقواما لا يزيد رمضان من اجتهادهم شيئا، يعني أنهم كانوا كل السنة مجتهدين وحافظين لأوقاتهم، وهؤلاء هم
أهل الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى الذين يستفيدون من أوقاتهم في طول أعمارهم، ويكون رمضان زيادة في أعمالهم. هذا صنف من الناس. الصنف الثاني من يأتي عليه رمضان وهو مقصر في الطاعات، إلا أنه يكون محافظا على الفرائض لكن ليس عنده اجتهاد في قيام الليل، وليس عنده اجتهاد في صيام النوافل، يكون عنده كسل. فإذا دخل رمضان فإنه يصوم ويقوم، يصوم النهار ويقوم من الليل، ويتصدق مما أعطاه الله، ويحسن إلى الناس، ويشتغل بتلاوة القرآن وبذكر الله عز وجل، فيجبر ذلك ما كان عنده من النقص في سائر سنته. والقسم الثالث من الناس من يكون عنده مخالفات وشيء من المعاصي والتكاسل عن الطاعات، تكاسل عن الفرائض وفعل أشياء من المحرمات وترك بعض الواجبات، فهذا على خطر، هذا على خطر عظيم أن تحيط به سيئاته فيهلك مع الهالكين. ولكن إذا جاء رمضان وتاب إلى الله، تاب إلى الله عز وجل مما حصل منه توبة صحيحة، وأقبل على الله سبحانه وتعالى وحافظ على هذا الشهر، فإن الله يتوب عليه، فإن الله جل وعلا يتوب عليه، لكن بشرط أن تكون هذه التوبة مستمرة في بقية حياته. أما من يتوب في شهر رمضان فقط ثم إذا خرج رمضان يعود إلى حالته السيئة، فإن الله لا يقبل منه توبته ولا يستفيد من رمضان شيئا، لأن التوبة المؤقتة لا تقبل. من شروط صحة التوبة الاستمرار عليها، كما يقول أهل العلم شروط التوبة هي الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنوب، والعزم أن لا يعود إليها. الشرط الثاني العزم أن لا يعود إلى الذنوب. الشرط الثالث أن يندم على ما فات. إذا توفرت هذه الشروط قبلت توبته. فإذا تاب إلى الله عز وجل في استقبال هذا الشهر توبة صحيحة، توبة نصوحة، وصام هذا الشهر وقام من ليله وشارك في الطاعات فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما كان منه من الذنوب والسيئات، فإن الله يتوب على من تاب ويغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. ولهذا جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وذلك بحسب أصناف الناس. فهو رحمة للمحسنين الذين كانوا مستمرين على طاعة الله طول السنة، فهو رحمة لهم يزيدون فيه من الطاعات والقربات فيعظم أجرهم عند الله سبحانه وتعالى. وأوسطه مغفرة لمن كانوا مذنبين ثم من الله عليهم بالتوبة في هذا الشهر وما بعده فغفر الله لهم. وعتق من النار آخره عتق من النار، وهذا في حق المذنبين أصحاب الكبائر الذين يستوجبون دخول النار بكبائرهم وذنوبهم، فإذا تابوا إلى الله جل وعلا أعتقهم من النار بعد أن استوجبوا دخولها. والصنف الرابع من الناس هو المحروم الذي يأتي عليه رمضان وهو مصر على القبائح من فعل المحرمات وتضييع الصلوات وتضييع الواجبات، ولا يعرف شهر رمضان إلا أنه شهر للأكل والشرب وتنويع المآكل والمشارب والسهر بالليل على القيل والقال ومشاهدة ما لا تجوز مشاهدته من النظر الحرام إلى الأفلام الخليعة والاستماع للأغاني الماجنة والجلوس مع الفسقة، يسهر الليل على هذه الأعمال ثم ينام في النهار، كل النهار ينام ولا يصلي، لا يصلي الفجر، ينام قبل الفجر أو عند طلوع الفجر، فلا يصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب لأنه نائم، لأنه ساهر الليل فينام النهار، فهو لا يعرف رمضان إلا أنه شهر السهر على المحرمات والنوم عن الفرائض والواجبات، ويملأ بطنه من الطعام والشراب والمشتهيات، أو يكون في الليل يسرح في الشوارع هنا وهناك إلى أن يقبل الفجر، ثم يأتي إلى بيته ويملأ بطنه بالطعام ويزعم أنه صام ثم ينام ويترك الصلوات، لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة ولا تلاوة للقرآن ولا ذكر لله عز وجل ولا قيام ليل، فهذا والعياذ بالله محروم، هذا هو المحروم.
وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين 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 3 مرات، ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين، فقلت آمين. قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. الشاهد من هذا أن من أدرك شهر رمضان وهو محمل بالمعاصي والذنوب ودخل عليه شهر رمضان وخرج وهو بحمله بذنوبه وسيئاته ولا زاده شهر رمضان إلا تمردا، فهذا هو المحروم الخاسر والعياذ بالله الذي إن مات على هذه الحالة ولم يتب دخل النار، نسأل الله العافية. فهذه أقسام الناس مع شهر رمضان: محسن ومقصر تاب إلى الله ومذنب تاب إلى الله، فهؤلاء كلهم استفادوا من الشهر. الصنف الأول حصل على رحمة الله عز وجل كما قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. الصنف الثاني تاب إلى الله فغفر الله له ذنوبه التي لم تصل إلى حد الكبائر، عنده ذنوب كثيرة لكنها لم تصل إلى حد الكبائر، فلما اجتهد في شهر رمضان غفر الله له، لأن شهر رمضان شهر مغفرة، شهر ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. والصنف الثالث الإنسان الذي كان على خطأ، كان يرتكب محرمات ويترك بعض الواجبات ثم وفقه الله فتاب إلى الله من ذنوبه الموبقة المهلكة فتاب الله عليه وأعتقه من النار. أما الصنف الرابع فهو الذي لا كذا ولا كذا، الذي هو معرض عن الله جل وعلا في سائر السنة ومضيع ومفرط، وإذا جاء رمضان لم يرفع به رأسا ولم يتنبه له، فهذا خسر دنياه وآخرته إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا شهر عظيم ينبغي للمسلمين أن يستقبلوه بالفرح والسرور والاغتباط، فإن المسلم إذا من الله عليه بإدراك الشهر ووفقه للطاعات في هذا الشهر فإن هذا مغنم عظيم في عمره. الإنسان لماذا يعيش في هذه الدنيا؟ لماذا يفرح بطول العمر؟ هل يفرح بطول العمر من أجل الأكل والشرب والشهوات
هذا شأن البهائم، أو يفرح بطول العمر من أجل أن يدرك مواسم الطاعات وأن يكتسب الخيرات لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالمسلم يفرح بطول العمر من أجل أن يحصل على الخيرات والطاعات والقربات، وتمر عليه شهور رمضان في عمره فيدخرها رصيدا له عند الله سبحانه وتعالى. إنما يفرح بطول العمر لهذا، للعمل الصالح. ولهذا يروى أن ثلاثة من العباد كانوا مجتهدين في طاعة الله، ثلاثة كانوا مجتهدين في طاعة الله، فاستشهد منهم اثنان في سبيل الله، استشهد منهم اثنان في سبيل الله. والشهادة في سبيل الله أجرها معلوم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء هم الشهداء في سبيل الله، استشهد اثنان في سبيل الله من الثلاثة وبقي واحد، فأدرك شهر رمضان بعدهما وصامه وقامه، ثم توفي على فراشه. فروي سابقا لهما في الجنة، سابقا للشهيدين، أرفع منهم درجة في الجنة. فتعجب الناس كيف الذي مات على فراشه يسبق الشهيدين في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا، يعني من الصلوات الخمس والنوافل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس أدرك شهر رمضان فصامه وقامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده إن بينهما كما بين السماء والأرض. فهذه ميزة عظيمة، أن الإنسان إذا طال عمره على طاعة وأدرك شهر رمضان وصامه وقامه، أنه يحصل على هذه الميزة العظيمة وهذه المنزلة العالية. ولكن هذا لمن استحضر عظمة هذا الشهر وعرف قدره وحافظ عليه. ولا نقول إنه يقتصر على شهر رمضان، ولكن شهر رمضان زيادة خير، وشهر رمضان منبه للمسلم، ينبهه على استدراك بقية عمره. فإذا تعود صلاة الليل في رمضان فإنه يستمر على صلاة الليل في كل السنة، لأنه تعودها، تربى عليها في هذا الشهر. إذا تعود الصيام في هذا الشهر فإنه يألف الصيام ويصوم من السنة، صيام التطوع. إذا تعود الصدقة في هذا الشهر فإنه يستمر على الصدقة، فهذا الشهر مدرب، هذا الشهر مدرب له على الخيرات. أنتم تعرفون الدورات التي تقيمها الجهات الحكومية لموظفيها، تقيم لهم دورات دراسية
من أجل أن يتمرنوا على الأعمال الوظيفية. فشهر رمضان كأنه دورة للمسلمين، دورة للمسلمين يتدربون فيه على الطاعات، على الصيام، على القيام، على تلاوة القرآن، على الصدقات والإحسان إلى المحتاجين. فهو دورة شرعية جعله الله سبحانه وتعالى للمسلمين، تكرر عليهم كل سنة، وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده. فشهر رمضان شهر عظيم يحسب له حسابه ويعرف له قدره، ويكون المسلم على استعداد لدخول هذا الشهر، على استعداد للقيام بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بالاستعداد ما يفعله كثير من الناس، إنه إذا أقبل الشهر يروح للأسواق ويشتري الكماليات والحوائج والمآكل والمشارب لشهر رمضان، كأن شهر رمضان إنما هو موسم أكل وشرب. كثير من الناس إذا أقبل شهر رمضان ادخلوا للأسواق يشرون حوائج رمضان، أكل وشرب وأنواع من المأكولات المنوعات. شهر رمضان ما هو للأكل والشرب، شهر رمضان للعبادة، لكن لو أنهم هذا الذي يشترونه من الأطعمة يتصدقون به على المحتاجين ويواسون المحتاجين لكان هذا خيرا، أما أنهم يشترونه ليملأوا بطونهم به ويكسلون عن الطاعات فهذه خسارة والله. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الشهر. نحن لا نقول لا تأكلوا ولا تشربوا في رمضان، بل كلوا واشربوا. قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالله أباح لنا الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان لنتقوى بذلك على الصيام وعلى الطاعة، لكن من غير إسراف ومن غير تبذير ومن غير أن يكون همنا الأكل والشرب والملذات، بل لتكون هذه الأطعمة وهذه الأشربة وهذه النعم عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونواسي منها المحتاجين والفقراء الذين لا يجدون سعة في أرزاقهم، فنحن نواسيهم ونتصدق عليهم ونتفقد أحوالهم. هذا هو شأن المسلم في شهر رمضان. وأحسن مكان يكون للمسلم في شهر رمضان هو المسجد، فليحافظ المسلم على الجلوس في المسجد مهما أمكنه ذلك. فقد كان السلف رحمهم الله إذا دخل شهر رمضان أحضروا المصاحف وجلسوا يقرؤون القرآن في المساجد ويقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فإذا جلس المسلم في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله
ويحفظ صيامه عن المؤثرات، فإنه يكون قد حصل على خير كثير ونجا من شر كثير. فالمساجد هي خير ما يجلس فيه المسلم في شهر رمضان إذا أمكنه ذلك، وإذا لم يمكنه ذلك فليخرج إلى أعماله، لكن مع المحافظة على الصلاة مع الجماعة في المساجد والمحافظة على الجلوس في المسجد بعد الصلاة أو قبل الصلاة والتبكير إلى المساجد ولو قل جلوسه ففيه خير كثير. هذا شأن المسلم مع شهر رمضان. فشهر رمضان شهر تستنير فيه المساجد بالطاعات وتلاوة القرآن والصلوات والاعتكاف، لأنه شهر عظيم وموسم كريم، وأحسن مكان للاجتهاد في العبادة في بيت من بيوت الله. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ونوصي نساء المسلمين بما أوصينا به الرجال أن يحافظن على هذا الشهر العظيم بالطاعات وأنواع القربات في بيوتهن، ولا مانع أن يخرجن لمشاركة المسلمين لصلاة التراويح صلاة التهجد في المساجد، وإذا صلينا في بيوتهن فهذا أفضل، ولكن لا مانع أن يخرجنا إلى المساجد ويشاركنا المسلمين في صلاة التراويح وصلاة التهجد مع الالتزام بالآداب الشرعية وتجنب الفتنة وتجنب الزينة والطيب والستر الكامل وعدم مخالطة الرجال. أما النساء اللاتي لا هم لهن في ليالي رمضان إلا بالتجوال في الأسواق، يذهبن إلى الأسواق للتجوال معظم الليل ويطاردهن الفساق ويتابعونهن وينظرون إليهن أو يحصل منهن مغازلة للرجال وللشباب، فهؤلاء فاتنات مفتونات معذبات. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نسأل الله العافية. فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان وفي غيره، ولكن في شهر رمضان يزيد شر النساء المفتونات، يخرجن إلى الأسواق في الليل ويقضين معظم الليل في تجوال مع الشباب ومع الفسقة. هذا من شر
الأعمال النسائية، نسأل الله العافية. والآن أرى أن الأسئلة كثيرة، فيكفي ما مر من الكلام ونتفرغ لسماع الأسئلة والإجابة عليها حسب الإمكان والاستطاعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جزا الله صاحب الفضيلة على ما قال وسمعنا، ونفعنا الله وإياكم بما قال. ونستأذن صاحب الفضيلة ببعض الأسئلة. وعلى السائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما حكم تهنئة الناس بمناسبة قدوم شهر رمضان؟ وإن كان جائزا فما هي صفة هذه التهنئة؟ لا بأس بالتهنئة بمواسم الخير كشهر رمضان. وأخذ بعض العلماء جواز التهنئة أو مشروعية التهنئة برمضان من حديث سلمان رضي الله عنه الذي فيه: قد أضل أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك. قالوا: فهذا الحديث أصل في التهنئة لقدوم شهر رمضان، فمن فعل ذلك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا عازم على حمضي أكبر قدر من كتاب الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم، وسؤال: أيهما أفضل، حفظ القرآن أم تلاوته في رمضان؟ كله خير إن شاء الله، كله خير، ولكن كونك تقرأ القرآن كله في هذا الشهر وتكرره أعظم أجرا، والحفظ له وقت آخر، يعني كل السنة الحمد لله وقت للحفظ، فكونك تقرأ القرآن وتكرره من أوله إلى آخره عدة مرات أفضل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هناك مسألة اختلف الناس فيها، ألا وهي أكلة السحر، وهناك صنف من الناس يأكل حتى يأتي المؤذن من الأذان، والصنف الثاني قال: لا، إذا سمعت الأذان فأمسك عن الأكل، فما هو القول الصحيح؟ بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى لم يعلق الصيام بالأذان، وإنما علقه بطلوع الفجر: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالصيام بدايته من طلوع الفجر، فمن كان يرى طلوع الفجر فإنه لا يترك الأكل والشرب حتى يطلع الفجر، ومن كان لا يراه فإنه يقتدي بالمؤذن، لأن أذان المؤذنين في رمضان مقيد بطلوع الفجر، فإذا سمع الأذان يمسك عن الأكل ولا يستمر يأكل ويقول آكل لما يفرغ المؤذن. لا، المؤذن إذا بدأ الأذان فإنه قد طلع الفجر، قيل على طلوع الفجر، فالصيام معلق بطلوع الفجر لا بأذان المؤذن. نعم، يعني بكمال أذان المؤذن، وأنه ما دام يؤذن فالأكل مباح. لا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إن والدتي لا تستطيع الصيام منذ سنتين عديدة بسبب الأمراض المزمنة التي تعاني منها، وهي السكر وضغط الدم وغيرها من الأمراض، فطلبت مني أن أفطر عنها كل يوم مسكينا، ولكنني تساهلت بهذا الأمر لأنني كنت ناويا أن أدفع جميع تكلفة تفطير الصائم مرة واحدة إلى أحد المساجد، إلا أن الوقت مضى ونسيت حتى هذه الأيام، فهل يجب علي أن أدفعها جميعا من كفارة الشهر القادم إن شاء الله إلى أحد أئمة المساجد التي تعني بتفطير الصائمين، أم ماذا أفعل وفقكم الله؟ إذا كانت والدتك عاجزة عن الصيام عجزا مستمرا
فإنه يجب إطعام مسكين عن كل يوم من شهر رمضان، فعليك أن تطعم عنها عن جميع الشهور السابقة، عن كل يوم طعام مسكين، يعني بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم، نصف الصاع يعادل كيلو ونصف عن كل يوم من أيام رمضان، تدفعها للفقراء والمساكين ولا تدفعها لتفطير الصائم، لأن تفطير الصائم يشترك فيه المستحق وغير المستحق، وهي إنما هي لطعام مسكين. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لا بد أن تتيقن أو يغلب على ظنك أنه مسكين ومستحق. أما الذين يجتمعون لأكل الإفطار فأنت لا تعرف أحوالهم، ربما يكون فيهم أناس غير فقراء، لأن تفطير الصائم مطلوب أن يفطر الصائم حتى ولو كانوا غير فقراء. إذا حضر ناس صوام وفطرتهم ولو كانوا أغنياء لك الأجر في هذا، فتفطير الصائم ليس مقصورا على الفقراء، وإنما هو يحصل لكل من حضر وقت الإفطار، فلا تدفعها لفي تفطير الصائم ولا لإمام المسجد من أجل تفطير الصائم، إلا إذا كان إمام المسجد يعرف فقراء ومساكين ويدفعها إليهم نيابة عنك فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك. هذا إنه لم يؤدي فريضة الصيام إلا بعد يوم في معاك جهلا وطيشا، فهل عليه أن يصوم عن كل السنوات الماضية أم ماذا عليه وفقه الله؟ إذا كان في السنوات التي لا يصوم يصلي محافظ على الصلوات، إنه يجب عليه قضاء الرمضانات التي أفطرها ويطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. أما إذا كان في تلك الفترة التي ترك فيها الصيام أيضا لا يصلي فهذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم، فعليه أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة والصيام في المستقبل، وما فات يعفو الله عنه، التوبة تجب ما قبلها. إن المضيع للصلاة حتى ولو صام فصيامه غير صحيح، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، ولو صام صيامه ما هو صحيح. أما إذا كان يصلي ومحافظ على الصلوات ولكن ترك الصيام فقط فهذا مسلم، مسلم ترك الصيام، يجب عليه التوبة إلى الله ويقضي الأيام التي يتركها ويطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: في الأجر المترتب على تفطير الصائم هل لا بد من إشباعه أم يترتب الأجر على مجرد تفطيره ولو بتمرة أو شربة ماء؟ هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، لما قال صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا، قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على شربة ماء أو مذقة لبن. فتفطير الصائم فيه أجر كريم، وإذا يضيف إليه عشاء هذا أكمل وأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل السباب والشتم وحضور الكلام في نهار رمضان يفطر؟ الغيبة والنميمة والسباب والشتم هذه أمور تؤثر على الصيام تأثيرا بالغا، حتى قد لا يبقى للصائم أجر، هو لا يؤمر بإعادة الصيام ولكن ليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أفسد أجره بالغيبة
والنميمة والشتائم والسباب قول الزور، فهذا ينقص أجره أو يذهب به كله ولا يبقى له أجر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل المسواك الذي من النعم لطعم النعم أو غيره في نهار رمضان يفطر؟ لا يفطر إن شاء الله. أقول لا يفطر، الاستياك مشروع في كل وقت على الصحيح في رمضان وفي غيره، ولكن لا يستعمل المسواك الذي فيه نعناع، تجنبه، يستعمل مسواك عادي ما فيه رائحة طيب من نعناع أو غيره، يستعمل مسواكا عاديا ينظف فيه أسنانه ويعمل بالسنة. نعم. أحسن الله إليك. هذا الرجل أكل في نهاية رمضان ناس وتذكر واللقمة في فمه، فهذا يرجع اللقمة يلفظها إذا تذكر أنه صائم، نسي وأكل ثم تذكر أنه صائم واللقمة في فمه يلفظها. أما إن ابتلعها وهو ناسي فلا شيء عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن إذا تنبه أو نبه وفي فمه شيء يلفظه ولا يبتلع. نعم. هذه امرأة تقول: كانت حائض في نهاية رمضان وفي نصف النهار طهرت، هل تمسك في وقت طهورها أم لا وتكمل هذا الصوم؟ هل عليها يعرف هذا اليوم أم لا؟ الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، والمسافر إذا قدم في أثناء النهار، والصغير إذا بلغ الحلم في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم في أثناء النهار، كل هؤلاء يجب عليهم الإمساك بقية اليوم ويقضونه من يوم آخر بدلا عنه، لأنه صوم غير كامل فيقضونه، لكن يمسكون بقية اليوم احتراما للشهر. نعم. هذه أيضا تقول: امرأة قد انتهت من عادتها الشهرية وبعد أسبوع من انقضائها عادت نزل عليها دم أصفر لون ثم ما يصبح أحمر، فهل هذا الدم الذي نزل بعد انقضاء الدورة دم حيض وأن لم يكن دم حيض فماذا يكون؟ وهل لها صيام وصلاة مع العلم أن هذا الدم ينزل أحيانا بغزارة ويستمر لمدة أسبوع؟ وتقول هذه المرأة في هذه الحال: أحيانا تصوم المرأة وقبل موعد الإفطار ينزل عليها هذا الدم الذي يأتيها بعد انقضاء دم الحيض، فما حكم ذلك أفيدنا أفادكم الله؟ إذا كانت عادتها تامة، عادتها ودورتها الشهرية تامة، ثم نزل عليها صفرة بعد ما اغتسلت انقطع الدم واغتسلت وجدت صفرة، فلا تلتفت لهذه الصفرة، تعتبر نفسها طاهرا، لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أما إذا كان دم حيض، ما هو صفرة ولا كدرة، وإنما هو دم حيض مثل الدم المعتاد وبينهما أسبوع، هي تجلس هذا الدم الثاني لأنه حيض حيضة أخرى، والعادة قد تتقدم وقد تتأخر. يحدث للنساء أحيانا اختلاف في تقدم عاداتها أو تأخرها أو زيادتها أو نقصانها، الحاصل أنه إذا كان مثل دم الحيض المعتاد ولا يزيد على أيام عادتها فإنها تجلس، ولو كان ما بينهم إلا أسبوع أو 10 أيام. أما إذا كان مجرد صفرة أو كدرة أو دم أحمر ما هو مثل دم الحيض، فهذا نزيف
لا تترك من أجله الصيام ولا الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. امرأة عليها أيام رمضان الماضي وكان مرضى مرض نفسي والآن هي حامل ولم تستطع الصيام للقضاء، فما الذي يلزمها؟ ما يلزمها أنها تقضي الأيام إذا قدرت على قضائها، ولا شيء عليها لأنها معذورة بالتأخير، تقضيها إذا زال عنها المرض تقضيها، وتكون معذورة بالتأخير لأنها مريضة لم تستطع القضاء حسب سؤالها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أيضا المرأة معها مرض السكر، فتسحرت مبكرا أي قبل الأذان فنامت ثم استيقظت تشعر بعطش شديد، فخافت على نفسها من المرض فشربت كوبا من الماء وهي تسمع الإمام يصلي بالناس صلاة الفجر، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ حكم أنها تقضي هذا اليوم لأنها شربت في النهار، لأن وقت إقامة الإمام للصلاة هذا في النهار، فتقضي هذا اليوم. نعم. تعتبر مريضة إذا كانت ما تستطيع سبب السكر، تعتبر مريضة، والمريض يباح له الإفطار لكن يقضي ما أفطره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل دخان النار يفطر أو أنه يختلف عن حكم البخور؟ الدخان سواء كان دخان النار أو البخور لا يفطر إلا إذا تعمد شمه وإدخاله إلى جوفه إنه يفطر بذلك، أما إذا دخل الدخان في أنفه من غير قصد ومن غير تعمد فلا حرج عليه وصيامه صحيح. نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم، من الناس في شهر رمضان المبارك يذبحون لموتاهم من يسمى بعشر والدين، فما حكم ذلك أفتونا من فريق؟ شيء طيب، لأن الصدقة في رمضان مستحبة، سواء كانت الصدقة بلحم أو بطعام أو بنقود أو بملابس، كله ولله الحمد كله خير، فذبح الذبائح في رمضان وإطعام الفقراء والمساكين هذا عمل طيب وفيه أجر عظيم لأنه من الصدقة ومن إطعام الطعام. نعم. هذا السائل يقول أحسن الله عليكم ويسأل عن أنه ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيكم العشر الأواخر في رمضان، فما هي الأمور التي تنبغي على المعتكف؟ ينبغي للمعتكف أن لا يخرج من اعتكافه خارج المسجد إلا لما لا بد له منه من قضاء حاجة أو إحضار طعام أو شراب ليس عنده من يحضره له، فهذا من ما يجب على المعتكف أنه لا يخرج إلا لحاجة لا بد له منها أو لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي يعتكف فيه لا تقام فيه الجمعة فلا بأس، يذهب يصلي الجمعة ويرجع للمعتكف. وكذلك يحرم على المعتكف أن يجامع زوجته في ليل الاعتكاف، الله جل وعلا يقول الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا في غير المعتكف، أما المعتكف فإنه لا يجامع في ليل الاعتكاف حتى ينتهي من اعتكافه، قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك ينبغي للمعتكف أن لا يشغل وقته بالقيل والقال والكلام مع الناس والزوار، بل يشغل وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا جاءه زائر يسلم عليه ولا بأس أنه يمضي معه قليلا من الوقت، لكن ما يمضي كل أكثر الوقت مع الزوار ومع وبالكلام والقيل والقال، هذا ينقص عليه اعتكافه. ولا ننسى أيضا أن الاعتكاف وغيره من العبادات
لا بد فيه من الإخلاص لله عز وجل، بأن تكون النية خالصة لوجه الله عز وجل، لا يقصد رياء ولا سمع. نعم. أحسن الله إليكم. إذا يقول الشخص مبلغ من المال إلى أجل معلوم ولم يستطع السداد وحال عليه حوله وهو عنده، هل يجوز أترك هذا المال له خاصة بأنه زكاة لمالي؟ لا، ما يجوز إسقاط الدين عن الزكاة، لأن الله جل وعلا أمر بإيتاء الزكاة، يعني دفعها للمحتاجين، وإسقاط الدين ليس إيتاء ولا دفع، وإنما لما رأى أن هذا فقير ويمكن ما يسدد قال أجعله زكاة. لا، ما يصلح هذا، لا ما يصلح. نعم. يقول إذا نسي المصلي السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يتذكر إلا بعد انتهائه من الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ حكم أنه ترك ركعة كاملة، فعليه أن يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو، يأتي بركعة كاملة ويجلس بعدها للتشهد الأخير ويقرأ التشهد الأخير ثم يسلم ويسجد سجدتين للسهو، وإن سجد السجدتين للسهو قبل السلام فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجعلهما بعد السلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما صفة الدعاء والتأمين في يوم الجمعة والإمام يدعو على المنبر، وما هو حكم قوله صلى الله عليه وسلم عندما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون حال المأموم والإمام يخطب؟ لا مانع إذا بدأ الإمام في الدعاء، فلا مانع إن المأموم يؤمن على الدعاء، وإنما تحريم الكلام في وقت الخطبة في غير حالة الدعاء، في غير حالة الدعاء. أما إذا بدأ الإمام يدعو فإنك تؤمن على دعائه، ولا يعتبر هذا من الكلام المحرم. نعم. هذا طالب يقول كنت أقرأ القرآن في المدرسة فمررت على آية سجدة وأنا جالس على الكرسي في البصر، فهل أسجد أم ماذا أفعل؟ إذا سجدت فهو طيب، إذا كان المكان طاهر وسجدت فهذا عمل طيب، وإن لم تسجد فلا حرج عليك، لأن سجود التلاوة سنة ليس بواجب. نعم. يتجه للقبلة، لأنه يمكنه يتجه للقبلة، يتجه للقبلة ويسجد إذا شاء، إذا أراد الأجر والثواب، فإن ما أراد أنه يسجد أو كان عليه مشقة فإنه ليس بلازم. نعم. هذا السائل يقول إذا كنت أقرأ في كتاب التوحيد أو التفسير وأنا على غير وضوء وفيها آيات فماذا أفعل؟ لا بأس أن اللي على غير وضوء يقرأ من القرآن، الحدث الأصغر لا يمنع قراءة القرآن، وإنما يمنع مس المصحف فقط، لا تقرأ من المصحف، يعني لا تلمس المصحف بيدك مباشرة، وإذا لمست المصحف من وراء حائل فلا بأس، وإذا قرأت القرآن عن ظهر قلب من غير أن تقرأ من المصحف أيضا هذا جائز، إنما الذي يمنع من قراءة القرآن هو من عليه حدث أكبر كالجنب والحائل والنفساء، هؤلاء هم الذين يمنعون من تلاوة القرآن. نعم. الأرجل للقرآن حيث أننا ندرس أمام المصحف؟ لا يجوز أنت إذا كان المصحف قريب منك فلا يجوز أنك تمد رجلك إليه، أما إذا كانت المصاحف بعيدة فلا مانع من ذلك. نعم. هذا السائل يقول هل الأطفال الذين عمرهم فوق العاشرة من العمر أو أقل من سن البلوغ هل يجوز لهم الاعتكاف في المسجد مع أوليائهم، وما الذي يلزمهم إذا اعتكفوا؟ طيب، اعتكفوا مع أوليائهم هذا عمل طيب، ويتدربون على الطاعة ويسلمون من اللعب في الأسواق وتعلمون العبادة، شيء طيب. نعم. يقول هناك في بعض المناطق أن يقتلون القطط بوضع السم في قطعة من اللحم ورميها في الزبالة أعزكم الله، فما رأيكم في هذا العمل؟ إن كانت هذه القطط مؤذية فلا بأس بقتلها دفعا لشرها،
أما إن كانت غير مولية فلا يجوز قتلها. نعم. هذا يقول قرأت في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات لكتاب الحلبان لابن أبي الحجر رحمه الله، قال: لا يخبر المأمومين بنوع الصلاة التي يصليها وهو مسافر، لأن عمله بنية. ونحن نسافر بعض الأحيان نصلي القصر ويأتي آخرين مقيمين أو الناس يصلون المغرب أو نصلي العشاء، فهل نخبرهم بنوع صلاتنا أم نصلي ولا نخبرهم؟ لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: يا أهل مكة، إنا قوم سفر، أتموا لأنفسكم. الرسول أخبر بهذا. هذا الكلام الذي نقله عن فتح الباري فيه نظر، هذا خلاف الدليل، بل يقول: أنا أقصر، صرح لهم، وإذا سلمت أتموا لأنفسكم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من المعلوم أنه إذا خلع الإنسان الجبر فإنه بين وتبقى الطهارة، على قول الراجح فهل يجوز له أن يلبس جبرا آخر على الطهارة السابقة؟ وهل يجوز أيضا أن يصلي أكثر من وقت؟ شو السؤال؟ يقول: من المعلوم أنه إذا خلع الإنسان الجبر فإنه يبقى أو تبقى طهارته، على قول الراجح فهل يجوز له أن يلبس جبرا آخر على الطهارة السابقة؟ وهل يجوز أيضاً أن يصلي أكثر من وقت؟ يا أخي، إذا خلعت الجورب الذي مسحت عليه بطلت طهارتك. وأما قولك هذا هو الراجح، هذا غير صحيح. الراجح أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء، فتعيد الوضوء وتبدأ من جديد، تبدأ المسح من جديد. نعم. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الدعاء في ليلة القدر قوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، يقول: ما معنى العفو هنا؟ وهل هو المغفرة أم هناك فرق بينهما؟ اللهم إنك عفو، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، العفو الغفور من أسماء الله. أما العفو بإسكان الواو، بإسكان الفاء، العفو بإسكان الفاء، فمعناه ترك العقوبة، ترك العقوبة والمسامحة، العفو المسامحة وترك عقوبة المذنب، هذا العفو. أما العفو بالتشديد هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: ما حكم لبس العدسات الملونة للنساء؟ إذا كانت لحاجة، كان يكون البصر ضعيفا تحتاج إلى لبس النظارات اللاصقة، لا بأس. أو كان في عينيها عيب وتشويه فتلبس النظارات لستر هذا التشويه وهذا العيب، لا بأس. أما إذا كانت عيناها سليمتين ونظرها قوي فلا يجوز لبسها، يعني لا ينبغي لبس هذه النظارات، تركها أولى وأحسن، لأن هذا من باب العبث، لبسها من غير حاجة يكون من باب العبث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نجاسة الثوب التي حصلت من الكلب هل يغسل سبعا؟ أول من التراب قياسا على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ لا، إذا صابت نجاسة الكلب الثوب أو البدن إنه يغسل كغيره سبع مرات، أو يغسل حتى تزول النجاسة من الثوب أو من البدن.